شوف اهم الاخبار على السوشيال ميديا. هنبتدي فقرة السوشيال ميديا بحسين السيد لاعب الاهلي المعار للاتفاق السعودي واللي نشر صورة على انستجرام من عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا حسين، وكتب الاخوة والصداقة والمحبة، الاخوة والصداقة والمحبة وصفاء النفوس في بعض الاشخاص وطن. اما اسلام شاطر نجم الاهلي فكتب على صفحته على تويتر، هو لو ميسي ما كانش لاعب كورة كان زماننا قاعدين بنتفرج على مين؟ جامد قوي بصراحة، وفعلا ميسي لاعب اسطوري. وعالميا نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر صورة النجم الأرجنتيني ميسي اللي ساهم في فوز برشلونة الكبير امبارح على توتنهام 4-2، وكتبت صفحة الفيفا ليونيل ميسي سجل هدفه رقم 105 في دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة، تساوى مع رصيد أكثر لاعب سجل أهدافا لنفس النادي كريستيانو رونالدو واللي أحرز 105 هدف أيضا لريال مدريد. دايما المنافسة ما بينهم هتفضل مستمرة. طيب، ونشرت صفحة بليتشر فوتبول على فيسبوك صورة لميسي وهو بيحتفل بهدفه في شباك توتنهام على طريقة ديلي ألي، وكتبت ميسي يعلم سبيرز كيف يعلم سبيرز كيف تنفذ. أما صفحة ليج على تويتر فنشرت صورة لميسي ووصفته بمدمر ويمبلي. ونشر لويس سواريز لاعب برشلونة صورة من المباراة على صفحته على تويتر وكتب فخور بهذا الفريق، دائما محتاجين ودائما متحدين وإيجابيين، 3 نقاط في غاية الأهمية، عمل جماعي عظيم. أما تير تشيجن حارس مرمى الفريق الكتالوني نشر صورة لي في المباراة على صفحته على فيسبوك وكتب مجهود عظيم من الفريق في لندن الليلة. كمان كتب راكيتيتش اللي احرز الهدف الثاني، هدف كان رائع جدا بصراحه لبرشلونه، كتب على صفحته على تويتر يا لها من مباراه، مجهود عظيم من الفريق. كمان كتب سيرجي روبرتو على تويتر انتصار جيد للفريق، وكتب كارلوس بويول لاعب برشلونه السابق على تويتر ميسي كبير الفريق الكبير. اما هاري كين نجم توتنهام اللي احرز هدف رائع بصراحه امبارح فكتب على صفحته على انستغرام حزين على النتيجه لكن فخور بالاداء، سوف نتعلم من تلك المباراه، امامنا مباراتين كبيرتين مع اندهوفن في المجموعه. ونروح دلوقتي للفرنسي انطوان جريزمان احد نجوم اتلتيكو مدريد ويتالق امبارح بشكل كبير جدا، ونشر صوره ليه على صفحته على الانستغرام من ماتش امبارح مع كلوب بروج البلجيكي واللي احرز فيها جريزمان هدفين وكتب 3 نقاط تبقى في واندا هذه الليله. اما البرازيلي نيمار وبصراحه جاب 3 اهداف امبارح هاتريك وكان عامل مباراه كبيره جدا لاعب باريس سان جيرمان، فنشر صوره على انستغرام وكتب الى الله كل الشرف وكل المجد، لاعب كبير جدا نيمار. ده طبعا بعد فوز باريس سان جيرمان الكبير على فريق ريد ستار بلغراد السربي 6-1. نشر كيليان امبابي صورة على انستغرام من الماتش وكتب انتصار 6-1.